للوقوف أكثر على التحركات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق في العراق عادل عبد المهدي على خلفية الانتهاك ضد المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك سيد علي. بداية، وكما تعلم عائلات عراقية تتهم عبد المهدي بارتكاب جرائم ضد أبنائها المتظاهرين في محكمة مختصة بباريس، ما الذي دفع الأهالي لاتخاذ هذه الخطوة خارج العراق؟ هذه الخطوة اتخذت خارج العراق من قبل أهالي المغدورين في تظاهرات تشرين وغيرها. نعم. سببها الانهيار التام في منظومة القضاء والقانون والتحقيق في العراق. العراقيين اليوم لا يثقون في القضاء العراقي ويعتبرون قضاء مسيس ولا يمثل العراقيين، بل أصبح أداة قتل وتعذيب واعتقال واتهام للعراقيين. نعم. ولذلك أنا أعتقد بأنه هذا الأمر تأخر كثيرا تأخر. العراقيين الشعب الوحيد للأسف اللي سكتوا على ضيم الميليشيات والحكومات المتعاقبة، رغم أننا يعني نتواصل معهم وندعوهم إلى ذلك، لكن للأسف الأمر تأخر. لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. نعم. وهذا اللي صار يعني لا يستهان به. الآن كل رموز القتل من الحكومات في العراق المتعاقبة كلهم الآن يشعرون بالرعب والخوف، لأن كلهم مزدوجي جنسيات وكلهم عوائلهم تعيش في قصور في أوروبا وأمريكا وغيرها ومرفهين بملايين العراق. نعم. سيد علي، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل أهالي المتظاهرين الذين رفعوا قضايا على شخصيات من الحكومات المتعاقبة لا سيما حكومة عادل عبد المهدي؟ تفضل. هذه الخطوة الصحيحة اللي يجب أن تتخذ منذ زمن بعيد، وهذه يعني قضت مضاجع كل المرتكبين الجرائم في العراق. نعم. هذه خطوة يعني الناس الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال السفر ومن خلال تواصل سهولة التواصل مع المنظمات الدولية أصبحوا لديهم أفكار ومتنورين أكثر، ويمكن أن يتحركون إلى أقصى مدى في هذا المجال. نعم. هذه السابقة سيد علي، ألا يمكن لها أن تفتح الباب أمام بقية أو باقي ذوي الشهداء من أجل محاكمة المتهمين بقتل أبنائهم من المتظاهرين؟ السؤال هنا، ما الذي يحتاجه الأهالي أيضا لقبول دعواهم أمام القضاء الفرنسي؟ لا سواء أمام القضاء الفرنسي أو أمام القضاء الألماني أو أمام القضاء البريطاني. نعم. هذه الدول لديها يعني إمكانية لرفع، يعني لدى أي مواطن عراقي إمكانية أن يرفع قضايا هناك. نعم. وأنا أدعو العراقيين اللي بالخارج واللي من عوائل الشهداء إذا تمكنوا من الوصول إلى هذه الدول عليهم أن يباشروا برفع الدعاوي. نعم. لأنه رفع الدعاوي في هذه الدول يعني أمر مسموح، وشاهدنا الآن في ألمانيا حاكمت المتورطين في عمليات القتل والتعذيب. نعم. في سوريا، والأمر هذا يعني لأنه قانون أوروبي موحد، القضية ليست في فرنسا، في كل دول أوروبا. وأنا أدعو ذوي الشهداء وذوي المغيبين قسرا وذوي المعتقلين والمختطفين إلى التحرك في هذا المجال. نعم. سيد علي، على سيرة هذه الدعوة من قبلكم لأهالي المتظاهرين الذين قتلوا أو الذين قمعوا بالتظاهرات، وأنت تدعوهم إلى أن يعرضوا شكاواهم على القضاء الدولي في بعض الدول التي ذكرت، قد يتساءل بعض هؤلاء الأهالي، ما الخطوة الأولى التي يمكن أن تعيننا على البدء بهذه الدعوة؟ ما المطلوب حتى تشرعن هذه الدعاوى؟ الخطوات التي ينبغي على الأهالي القيام بها؟ هذه الدعاوي يعني هناك استمارات موجودة بإمكانهم ملء هذه الاستمارات من خلال المحاكم. المهم. نعم. أن تكون هناك مدعمة بتقارير طبية، مدعمة خصوصا التقارير الطبية، شهادات الوفاة، التقارير الطبية، الأسماء، التواريخ، هذه كلها مهمة جدا. الجهات، تحديد الجهات والأسماء خصوصا، والأهم هو التقارير الطبية والتقارير الوثائق اللي تصدر. نعم. من مؤسسات تسمى حكومية في العراق، سواء شهادة وفاة
أو غيرها أو تقارير طبية من المستشفى. نعم. كلها هذه أوراق بسيطة ومتداولة لكنها تمثل الكثير بالنسبة للمحاكم الدولية. نعم. سيد علي حبذا، لو توضح للجمهور معلومات بشأن المحاكم التي تقبل مثل هذا النوع من الدعاوى في أوروبا، وكيف يمكن اللجوء إليها لسيما بعد إغلاق باب الشكاوى دون الضحايا وأهاليهم في العراق عموما؟ كل الدول الأوروبية توجد فيها منافذ ومحاكم بإمكان أي شخص الآن يتصل بأي محامي ومن خلال المحامي يقدم هذه الدعوة. كل الدول الأوروبية بدون استثناء، وأنا أتعجب من العراقيين لماذا تأخروا كل هذه الفترة. هناك كثير من يعني أنا أحضر ندوات مع أهالي المختطفين في تشيلي بزمن الجنرال بينيشيت، الآن أخذوا حقوقهم واستطاعوا أن يعتقلوا في وقتها الجنرال بينيشيت في بريطانيا. نعم. أهالي المعتقلين والمعذبين في الأرجنتين كذلك هذه تجربة صارت لكن العراقيين تأخروا في هذا الأمر، وعليهم أن يتحركوا على هذه المحاكم. والآن العراقيين الكثير منهم يقيمون في دول أوروبا ويعرفون القوانين، وبإمكانهم بسهولة جدا الوصول لهذه المحاكم. نعم. سيد علي، لجنة التحقيق في أحداث الناصرية، بسؤال آخر، اللجنة المتخصصة بالتحقيق في أحداث الناصرية اعترفت اليوم بأن منتسبين وضباطا أطلقوا النار على متظاهرين سلميين في الناصرية، ماذا بعد هذا الاعتراف؟ هل يمكن محاسبة هؤلاء المنتسبين والضباط؟ هذا الاعتراف، هذه التصريحات والاعترافات إذا تصدر من جهات مسميات رسمية، خصوصا إذا يعني لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وغيرها باعتبارها لجنة، يعني يفترض وفق ما يسمى بالدستور العراقي أنها غير مرتبطة بالحكومة. نعم. مرتبطة في البرلمان. كل هذه التصريحات والأقوال والفيديوهات وكلها تصلح كوثائق وأدلة وبراهين، وهذه الجرائم الكل يعلم أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، يعني مهما طال الزمن. نعم. يحاسب من ارتكبها. من برلين كنت معنا عبر الهاتف رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك.